مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. حاليا انا مع رجل اعمال عزيز، زوج الفنانه علا غانم. طبعا الفتره الاخيره الفنانه علا غانم طبعا طلعت اتكلمت وقالت بعض التصريحات الجريئه، وانا جاي الاستاذ طبعا ورجل اعمال عزيز عشان خاطر يرد على هذه التصريحات. ومن ضمن طبعا هذه التصريحات ان طبعا هي كانت مجبره على الجواز منه وما كانتش يعني راضيه بيه، وكمان كانت شبكه ازاز واتخدعت وكانت فلصه، وكمان قالت ان هي دفعت له فلوس علشان خاطر تتطلق منه في هدوء. طبعا انا مع رجل الاعمال علشان خاطر يرد على كل هذه التصريحات الجريئه. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا حبيبي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. قول لنا يعني اقوى تصريح اتقال ان هي كانت مجبره على الجواز منك وما كانش في اي علاقه، وان هو كنتوا انتوا زي الاصحاب، الكلام ده اللي هي قالته، اشرح لنا البدايه. هو طبعا اللي هي قالته ده انا همثله بحاجه بسيطه جدا. لو انت ماشي في الشارع وكلب عضك هتعضه؟ ما فيش حد انسان هيعض كلب. طيب هو ده اللي حصل لي انا بالظبط، هو ده اللي انا ازاي انا واحده عرفتها وحبيتها وجيت اتجوزتها هنا في مصر وكرست حياتي كلها ليها ولاولادها، وعشت معاها يعني سنين كتيره جدا، 17 سنه ومخدوع فيها، 17 سنه او 18 سنه وانا مخدوع. ازاي كانت بتقول لك ايه في 17 سنه؟ بحبك وانت حياتي وهنعمل حياه مع بعض ويلا نعمل ويلا نودي عيالي ويلا نوديهم امريكا ويلا نعمل بيزنس ويلا نكمل ويلا نكبر. سي قالت انكم كنتوا زي الصحاب مش زي الازواج. اهو ده بقى اللي انا يعني اول مره اسمعه امبارح منها، مش زي الازواج. انا مش هرضى ان انا اعيش مع واحده وهي مش عايزاني ابقى زوج، هعيش معاك ليه؟ ايه السبب يعني؟ انتوا كنت اصلا يعني 7 سنين انا هعيش مع واحده من غير ما ابقى زوجها؟ طب على الاقل يعني هروح اتجوز واحده تانية، ما انا من حقي بقى. يعني انا ما عملتش كده ليه؟ لو انا يعني سوري يعني في الكلام ده، وانا ما بنامش جنب مراتي دي او ما بنامش مع مراتي دي في الحلال الطيب، في الحلال الطيب يعني هقعد معاها ليه؟ هعيش معاها ليه؟ عشان بتصرف عليا زي ما بتقول؟ هي علا على اخرتها هتصرف على راجل؟ طب علا بتخاف تصرف الدولار، خاصة تصرف الجنيه. علا من حد اللي هم البخلة جدا جدا جدا. انا طبعا ما قلتش الكلام ده قبل كده بس هضطر ان انا اقوله. علا بخيلة جدا. يعني نقدر نسأل العمال اللي عاشوا اللي اشتغلوا مع علا ويعرفوها كويس. يعني علا بخيلة جدا. طب ماشي تمام سيادتك. يعني هل التصريح اللي هي قالته زي الصحاب ام زي الازواج؟ احنا كنا زوجين عادي خالص، حياه زوجيه متكامله. متكامله. امال ليه 7 سنين اللي فاتوا كنا متكاملين لغايه لما علا نزلت مصر هنا لغايه شهر 10؟ وايا كان ايا كان يعني انت هتعيشي مع واحد ليه 7 سنين؟ يا متجوزين من 2005، ده فتره كبيره. 17 17 سنه جواز 17 سنه انت عايشه معايا بتمثلي عليا عشان ايه؟ عشان توصلي لايه يعني؟ ماشي هي بتقول ان انا حد بيتصرف عليا، بقالك 17 سنه بتصرفي على راجل، جبتي الفلوس دي منين؟ ازاي هي جابت فلوس منين عشان تصرف عليا؟ انا مصاريفي عاليه جدا. اولا انا محتاج في الشهر على الاقل هنا، لو انا عايش هنا في مصر هحتاج 150 الف جنيه في الشهر مثلا، مصاريف شخصيه بس. مصاريف شخصيه ليا كويس. طب ازاي وهي قالت ان هي بتديك 7000 دولار علشان خاطر انت تصرف بيهم على نفسك؟ عذرا في التصريح لكن هي كلام طلع اتكلمت فيه. حلو كلام. انا لو هل هي كنت بتاخد منها 7000 دولار؟ 7000 دولار انت عارف حضرتك يعني كام؟ يعني الدولار لو ب 30، 3 في 7 حاليا دلوقتي 300000 جنيه. حلو 210000 جنيه يعني. لا 3 في 7 ب 21 سوري 210000 210. هل كنت بتاخد اتفضل. طبعا لا يمكن طبعا، هي هتجيبهم منين؟ طب انا عايز اعرف هتجيبهم منين؟ طب
طب هي قالت ان هي كانت بتمثل وكان ليها دخل، هل كان دخلها يسمح ان هي تصرف عليك؟ انا عندي اوراق هنا، دفتر بتاع علا غانم قدامي اهو ده وقدام دفتر؟ حضرتك، انا بتفرج عليه عشان هي معرفش، ما اعتقدش انها شافته. يعني ده دفتر كان بيتم تسجيل فيه ايرادات ايرادات علا غانم علا غانم ومصاريف علا غانم من سنة كام؟ من 2005، من ساعة ما اتجوزت علا غانم. يعني الدفتر ده هيقول كانت بتدخل كام؟ الدفتر ده من 2011، انا عندي دفتر تاني من 2005. يعني دفترين؟ دفترين من 2005 لغاية 2011 ل 2017. مين كان بيسجل في الدفتر ده سيادتك يا فندم؟ المحاسب بتاعها. يعني في محاسب مشترك بينك وبينها؟ في محاسب مشترك ليها هي بس. ليها هي؟ والدفتر ده يثبت كل حاجة؟ يثبت كل حاجة، مصاريف علا. يعني في علا عملت في سنة 2011 دخل علا غانم في 2011 قدام حضرتك هنا 425 ألف جنيه. ده 2011؟ 2011 تمام. صرفت كام؟ 390 ألف جنيه. يعني دخل علا في سنة 2011 35 ألف جنيه فقط لا غير. فقط لا غير. طب الفيلا اللي احنا فيها خد تكلفة كام اتبنت؟ اتبنت الفيلا دي في حدود 3.5 مليون جنيه. سنة كام؟ سنة 2011. 2011 و2012. طيب هل ال 35 ألف جنيه وليكن في سنة 2011 ومن قبل 2011، انتوا متجوزين من 2005. ايوه. من 2005 ل 2011 ممكن نقول متوسط كام علشان خاطر تقدر تبني فيلا؟ ما تقدرش، لا يمكن علا تقدر تبني الفيلا دي. يعني ما تقدرش، ما عندهاش امكانيات تبني الفيلا دي؟ لا يمكن. ازاي يعني؟ لان دخلها 35 ألف جنيه، ده غير مصاريف عيالها، ده غير السجاير بتاعتها، ده غير الدرينك بتاعها، ده غير اللي مش عايز اقوله، حاجات تاني كتيره جدا. كله، كل حاجة هي ملابس. لا ملابس محسوبة هنا، محسوبة هنا من ضمن الدفتر الحاجات اللي كانت بتصرفها. مصاريف علا دي ملابس بس للأفلام، مش لملابسها الخاصة، ده للأفلام اللي هي عملتها. ف مصاريفها الشخصية، بنزين العربية، كل الحاجات دي 35 ألف جنيه. بنتها بتصرف في المدرسة 140 ألف جنيه، كانت الجامعة بتاعت كاميليا سنة 2011. من يتحمل تكلفة مصاريف ابنة علا غانم؟ هي بتتحمل مصاريف أولادها. هي كانت بتتحملها؟ كانت بتكلف حضرتك حاجة؟ في أوقات طبعا، أنا يعني كاميليا محتاجة كذا، فريدة محتاجة كذا، مش هقول لأ، مش هت يعني صعبة. يعني ما كنتش تتدخل في المصاريف؟ لا، هي كانت بتصرف. طب مصاريف تغطية نفقاتهم في الحياة اليومية، أكل وشرب ومسكن، ده أنا طبعا. من يتحمل هذا؟ أنا اللي بتحمل طبعا، ده في بيتي. طيب قالت إنك اتغيرت معاهم لما كانوا صغيرين، كنت بتعاملهم حلو، ولما كبروا تغير أسلوبك معاهم. أما كبروا عمري أنا ما اتغيرت مع الأولاد، عمري وما زلت عمري ما هتغير مع الأولاد، لأن الأولاد دول بعتبرهم أولادي بالظبط. الأستاذ وليد الضفراوي والد الأبناء، والد البنات، أخدت منه المسؤولية سنة 2006 على الأولاد دول، وأنا اعتبرتهم أولادي، وأنا مضيت في السفارة الأمريكية، ومضيت مع الحكومة الأمريكية أن أنا مسؤول مسؤولية كاملة عن الأولاد دول. طيب تمام. فأنا المسؤول القانوني في الأولاد دول لغاية ما بقوا في السن القانوني بتاعهم. تمام، ده ردا على الأولاد. طيب في تصريح تاني بعد الزواج، قالت أن أنا لما أنت اتجوزتها علشان اسمها علا غانم وكانت بتمثل في مجدها، ولما ما بقتش علا غانم حسيت أن هي انطفت، وانت كنت متجوزها الغرض بالمعنى الاصح. هل الكلام ده حقيقي؟ انا عمري ما كنت اعرف ان علا غانم ممثله مشهوره، ولا واصلا ما كانتش مشهوره لما انا اتجوزت علا، ما كانتش. علا كانت، انا معايا برضو معايا اوراق بتقول ان علا غانم يوم السنه اللي انا اتجوزتها في 2005
واخدة في المسلسل بتاع أماكن في القلب اللي كان في أمريكا 60,000 جنيه فقط لا غير. فقط لا غير، ومعايا ما يثبت ذلك. ما هي بتعمل كام عمل وليس عمل فقط لا غير؟ عملت مش عارف يمكن عملين ساعتها، كان في اللي هو فيلم والمسلسل ده، ما عملتش غيرهم؟ ما اعتقدش يعني عملت اي حاجه غيرهم خالص. بس يعني حتى لو اتمعظمت كانت عملت كام، 200,000 جنيه. ادي لما انا اتجوزت علا كانت بتصرفهم وبتصرف قدهم مرتين ثلاثه. حضرتك لو هنرجع ونقول، علا غانم اتجوزت عزيز ليه؟ اتجوزت عزيز عشان فلوسه، اتجوزت عزيز عشان فلوسه يعني اتجوزتك عشان فلوس؟ طبعا. ما هو ده اللي بان قدامي دلوقتي، ما هي بتقول ان انا عمري ما حبيته. حصل وقالت تصريح كمان، عذرا في التصريح، لكن هي قالت انك لما اتجوزتها بعد ما اتجوزتها كنت بتبص للستات الطويلة البيضة الجميلة. هل حضرتك كنت بتبص لحد بره تاني وانت كنت معاها بتعاكس؟ ما عذرا في التصريح، بتعاكس في ستات، هل الكلام ده حقيقي؟ يعني ازاي هتبقى مراتك ماشيه جنبك وتعاكس واحده؟ علا لسانها قد كده، ازاي ده هيحصل؟ يعني ازاي ده يحصل؟ علا لسانها وحش جدا جدا جدا. استحملتها ازاي؟ كان حبي ليها هو السبب في كل ده. انا كنت بحبها جدا، كنت طبعا. دلوقتي الحب ده اتقلب مش عايز اقول كره، بس يعني انا ما اعرفش دلوقتي ايه اللي انا فيه. بس لا طبعا انا ما بحبهاش خالص، هي سببت مشكلة كبيرة جدا في حياتي، شارك في حياتك؟ شرخ كبير جدا، وما اعتقدش ان انا عمري ما هبص لها تاني، ولا انا عايز حتى ابص لوشها ولا اسمع صوتها. طيب وبناء عليه قالت انك بترن عليها فيما يفوق العشرين مره في اليوم، ازاي ما انتش عايز تبص لها؟ وعلى النقيض الاخر كانت بتقول انك كنت بترن عليها عشرين مره في اليوم، برن وتبعت او بتبعت لها رسائل مثلا؟ لا مثلا ممكن بكون ببعت لها رسائل عشان الشغل او حاجات زي كده بتاع امريكا، بس لا طبعا ما فيش اي حاجات من دي. ولا وبحاول ان اقول لها مش عايزين الميديا، كنت بحاول ابعد عن الميديا عشان هي كانت دايما تقول لي ما دخلت. انا ما دخلتش الميديا، هي اللي دخلت الميديا. يعني تصريحها اللي عملته في الاول، ما يعني انا اسف ان انا بقول هي كده، طلبت استنجاد. كويس. وكان بتقول ان احنا نطينا من الاسوار وان مش عارف ايه، وبعد كده دلوقتي بتقول لا ده عزيز لوحده اللي كان دخل. فبتتناقض كلامها، بيتناقض من مره للتانيه. يعني انت ما كنتش بتبعت لها رسائل في الفتره الاخيره حاليا؟ هل كنت اخر مره بعت لها رساله امتى؟ ما كنتش يعني، لان هي قالت انك كنت بتبعت لها رساله كتيره، وهي قالت انها مش عايزه أيوة تشوفك ولا ايه تسمع الرسائل؟ صوتك. ايه الرسائل اللي انا هبعتها لها؟ ما انا ما شفتش، هو انا اعرف ايه الرسائل؟ فانا مش عارف ايه الرسائل. يعني ما كنتش بتبعت لها رسائل؟ لا لا، ولا عايز اعرف حاجه عنها خالص نهائي، ومش عايز اسمع عنها حاجه. طب ردا في حق حضرتك انك انت كنت بتبص للسيدات، ردا على الحته دي عشان نقفلها. طيب الحته دي طبعا كلها كذب، لاني انا مش هسمح لكرامتي ان انا ابص لست ومعايا مراتي. اللي كان بيحصل واحنا ماشيين مثلا هنا في مصر، الناس بتشوف علا غانم ماشيه جنب واحد، هيبصوا لمين؟ للواحد ولا لعلا غانم؟ هيبص للفنان. بس هو ده اللي بيحصل. بتتخيل بقى هي، ما هي علا تتخيل ايه؟ بتتخيل ان هم بيبصوا لي انا وانا ببص لهم، فتبص لي. فانا اقول لها يا علا دي بتبص لك وبتضحك لك، انت يا علا غانم انت لازم تبتسمي للناس. علا حد ما بيثقش في حد ابدا. ازاي؟ يعني ما بتثقش في حد. اللي حصل مع ابوها وامها سبب لها حاجه جواها. كان بيظهر عليها؟ طبعا. طبعا طبعا. علا طب بتقول لك انا ما بثقش في حد؟ ايوه، وما زالت بتقولها، وبتقولها علني كمان، ما تثقش في حد. لا لا، علا ما تثقش في اي مخلوق. علا طب مش ممكن اللي سبب لها ان هي ما تثقش في حد برضه، لما هي قالت تصريح وقالت ان هي تعرضت لنصب في الجواز، لانها تفاجئت ان الشبكه فالصو. ازاي الشبكه فالصو؟ بعد شهرين لابسه شبكه ازاز. كويس. هل حضرتك كنت جايب شبكة إزاز للفنانة علا غانم وخدعتها بيها؟
لا يمكن طبعا، يعني ازاي هتبقى لابسه شبكه ازاز؟ ازاي دي هتحصل؟ ازاي طب ازاي هتحصل وانا معايا فاتوره بالشبكه؟ ما انت قلت لها اتنصب عليا من الجواهرجي، انا قلت لها كده؟ يعني في الكلام كده. لا انا ما اعرفش ده، انا ما سمعتهاش والله. طب بس هي قالت انها اتنصب عليها في الشبكه ولبسه شبكه ازاز، قالت تصريح كده. طب حلو، يعني هي الشبكه دلوقتي ازاز، هي هتديني شبكه ازاز، ما هي هترجعها لي دلوقتي. يعني حسب يعني قانون هنا في مصر بيقول انت عايزه الخلع فانت هترجعي شبكه، الشبكه بتاعته. فهل يا ترى الشبكه دي هترجعها لي ازاز ولا هترجعها لي الحقيقه؟ طب هل هي كانت حقيقة ولا طبعا ازاز؟ حقيقه يا فندم، طبعا حقيقة. حقيقه طبعا، قيمتها كانت كام؟ 170,000 دولار. ولما جيت مصر هنا اشتريت لها زياده عن الشبكه، كانت عاجباها حاجه كده وهي دايما بتلبسها، الماس كلها، عباره عن زي العود، حاجه الموسيقيه، وموجوده وبتلبسها دايما هي. يعني الشبكة ما زالت معاها؟ طبعا معاها كل حاجه. معاك ورق يثبت بالكلام ده؟ طبعا معايا، طبعا معايا اوراق بتثبت الشبكه دي بكام والمكان والمكان ايه. اللي انت شاري منه كل طبعا حاجة؟ كل حاجه، فاتوره، معايا فاتوره، وهتتقدم للمحكمه يوم 28 وهطالب بالشبكه. هتطالب بالشبكة. طبعا هطالب بالشبكه. طيب حضرتك عملت لها فرح؟ عملت لها فرح اتكلف من في حدود اقل من مليون بشويه. يعني قيمة الفرح أقل من مليون جنيه؟ اقل من مليون جنيه شويه. كان بالظبط مع يعني انا ما كتبتش. فين الفرح اتعمل فين؟ اتعمل في الجي دبليو ماريوت سنه 2005. دفعت للجي دبليو ماريوت 545,000 جنيه. طلعت له عدت نص مليون جنيه قيمة ده الفرح. بس لا ده بس الاوتيل، غير الحاجات اللي هي كانت طالباها من بره من بتوع الديكورات، لان هي عملت ستاير حرير وعملت بوكيهات ورد وعملت حاجات تانية بحوالي 240,000 جنيه. كله ده؟ وغير الأستاذة دينا الرقاصة، غير الدي جي، غير حاجات كتيرة جدا جدا جدا، غير روتانا سلمى جت صورت الفرح كله، غير الدرينكات، غير كل الحاجات دي. طب لما اتجوزت حضرتك، يعني سؤال جريء شوية، كانت رجل أعمال عزيز كان يمتلك ثروة قد إيه؟ أنا جبت مصر كان بمتلك كتير. أنا نزلت وكانت علا واقفة جنبي 2 مليون دولار، وهي واقفة جنبي فتحت حساب بيهم في البنك العربي الأفريقي. سنة كام؟ سنة 2005. 2005. دول القيمة، دي السيولة اللي معاك غير العقارات والممتلكات الأخرى اللي موجودة في أمريكا. طب لما حضرتك اتجوزت الفنانة علا غانم، كانت هي ده انا اللي جبته من امريكا 2 مليون دولار، وبعد كده ابتدأت اجيب اكتر من امريكا. ده غير الاصول؟ ده غير الاصول اللي في امريكا. الاصول تتخطى الكام مثلا او تاني؟ كتير ما شاء الله الحمد لله. يعني رقم كان رقم بقى كتير. طب الفنانة علا غانم قالت لك هي تمتلك ايه لما انت حضرتك اتجوزتها؟ ولا حاجة خالص الا قطعة الارض دي اللي هي كان فدان اللي احنا قاعدين فيها، اللي احنا قاعدين اللي فيها. انت حضرتك بنيت عليها الفيلا؟ اللي انا بنيت عليها الفيلا بفلوس، بفلوسي. طب العقد بيقول ان هي باسم علا غانم عقد الارض بس. ايوه، وانا معايا عقد ايجار من علا غانم بالمبلغ بتاع هي عملت لي عقد ايجار علشان بنى الفيلا دي. كويس. انا ما قلت لها يا علا لو سمحتي انا عايز حقي، فقالت لي طب انا مش هقدر خلي الارض باسمي ونعمل لك عقد ايجار وبتاع. كلمت المحامي قلت له ايه رايك؟ قال لي خليها تعمل اي حاجه عشان انت كده مالكش اي حاجه. فعملت لي عقد الايجار مقابل انك بنيت، خدت عقد ايجار ب60 سنه. ما كنتش عمري بفكر ان احنا هنتطلق او نعمل اي حاجه زي كده، ولا ما كنتش كنت هطلب. علا الفنانه علا غانم بالنسبه لك كانت ايه في بدايه فتره الزواج؟ كانت بالنسبة لي زوجة، ان انا هكمل معاها حياتي بالكامل لغاية ما واحد مننا يموت. عمري ما كنت بفكر ان احنا هنتطلق. كنت بتقول لها ايه؟
بقول لها ايه على يعني مثلا تعبر عن مشاعرك ليها وحبك تجاهها لانك قلت بتحبها. انا قلت طبعا طبعا. كنت بقول لها كل حاجه انت عايزاها، يعني كل اي حاجه كانت بتطلبها بتتعمل. تعال نروح امريكا، يلا بينا. ادي لاخويا المحطه دي، هو اللي يدورها، يلا خد، خد المحطه دي دورها. اخوها خسرني فوق 1,200,000 جنيه سنه 2017، وانا هطالبه بيهم طبعا. كمل مع حضرتك. وده حاجه من الحاجات اللي هي علا قالت لي خلي اخويا يدور المحطه دي، اديتها له. محطة ايه؟ محطه البنزين. طيب سؤال بقى، في محطة البنزين قالت انه محطة البنزين هناك كانت متأجرة وكان ليها دخل ما بين الفنانة علا غانم وبين حضرتك، وحضرتك كنت ما فيش اي ممتلكات ليك هناك وكنتم مأجرين بنزيمة وليها دخل المفروض كان بينك وبينها. ردك عليه على المنطق. بنتكلم على هنا ولا هناك؟ هناك. لا هناك كانت المحطة دي بتاعتي، بمتلك الأرض وبمتلك كل حاجة. في أمريكا. في أمريكا. أمال هي قالت لي كانت إيجار. هي عشان ما تعرفش. أنا كنت مأجرها لواحد. أنا كنت مأجرها لسام. وبعدين بعتها له. ما هي ما تعرفش. أقول ما تعرفش يعني إيه المحطة بتمتلك الأرض ويعني إيه إيجار. هي بتقول لأن أنا كنت بقول لها أنا باخد إيجار من سام. مين سام ده؟ سام ده اللي هو كان مأجر مني المحطة، المحطة أنا بمتلك الأرض وهو مأجر مني المحطة لغاية سنة 2000 2009 أنا بعت المحطة لسام. لحد 2009 و9 بعتها، إيه السبب؟ بعتها عشان كنت محتاج فلوس هنا في مصر، عشان حسيت ان احنا ممكن نعمل انفستمنت هنا في مصر. هل افلاس ولا هل تطوير واستثمار في مكان اخر؟ لا استثمار. افلاس يعني استثمرت هنا في امريكا. ما تقدرش تفلس، لو انت هتفلس في امريكا فبتشهر افلاسك. ده موضوع كبير جدا في امريكا. لا انا بعت المحط، انا بعت الاول المطعم سنة 2006، أجرته، سوري أنا آسف، أنا بعت الأرض وأجرت البيزنس. بعت الأرض بتاع المطعم. بتاعت المطعم وأجرت البيزنس. وأجرت البيزنس اللي هو المطعم نفسه. المطعم نفسه. أجرته لمين بقى؟ لواحد اسمه مايك. سبب إنك تعمل حاجة زي كده وما يفضلش بس تحت إيديك. ما هو أنا بقى جيت هنا مصر. ده بيزنس متدور. فباخد إنكم منه، بيخش لي دخل. والمحطة بيخش لي منها دخل. واخد بال حضرتك؟ تمام. فجيت هنا وخلاص بقى عايز اعمل شغل بقى في مصر. تمام. طيب هي قالت ان هي حاولت او مش حاولت، عطت 80,000 دولار لحضرتك علشان خاطر تتطلق في هدوء وكل واحد يروح لحاله. هل الكلام ده حقيقي؟ هي بتقول انها معاها ورق بتقول كده. فطبعا انا عايز اشوف الورقه اللي هي بتقول ان هي ادتني 80,000 دولار. ما انا لما حاجه اتكلم يعني، انا ان شاء الله بكره هطلع اوراق وداكيمنت على التلفزيون ووري الاوراق، الاوراق الرسميه اللي بتقول ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، كل الحاجات دي انا عايزها كانت تتوري اوراق بتقول ان عزيز خد منها 80,000 دولار عشان اطلعها. طب ما نتطلق في امريكا. طب هي طلبت الطلاق كم مره؟ ليه حضرتك مصر انك ما تطلقهاش على كلامها؟ يا حبيبي لا، ده انت في امريكا انا مش محتاج تقول لي، انت تروح على هناك تتطلق في ثانيه. هي اللي تطلق نفسها؟ يعني هي كانت ممكن تروح تطلق نفسها في امريكا. ايوه. طب هي انا قدمت على الطلاق في امريكا، انا كنت هطلقها في امريكا سنه 2018. وايه السبب انك ما طلقتهاش؟ رجعت تاني قالت لا يلا ونعمل مع بعض تاني، ويلا نعمل بيزنس تاني ونعمل نسوي. يلا يا حبيبتي خلاص، ما هو انت بتحب واحده فمش عايز تفترق منها. ما انت خلي بالك احنا قلنا ايه، انت اخر بختي وانا اخر بختك خلاص. وبعدين انت ياخدك 53 سنه، يعني فضل قد ايه من العمر؟ اللي عدى مش هيجي زيه. اللي عدى مش هيجي زيه. اتفرق 16 سنه بينهم. فرجعنا ثاني لبعض. ف بص موضوع علا موضوع طويل جدا، مش هياخد 5 دقايق او 10 دقايق. ف طب حابب تضيف ايه؟ كل اللي علا قالته هو كله كذب في كذب. عزيز زي ما هو رجل اعمال وهيفضل رجل اعمال، و بالعكس انا هعمل مشاريع اقوى واحسن، لاني انا خلاص خلصت
من النحس اللي كان راكبني وهبتدي تاني، وإن شاء الله في مصر هنا هتبقى بلد عظيمة، والحمد لله فلوسي دخلت البنك ومعايا ملايين في البنك وهي لا تعلم ذلك، تمام. والحمد لله لا تعلم ذلك. وفلوسي هنا في البنك دلوقتي، وصلت البنك. طب سؤال بسيط بقى، مش هقول ارقام. مش هنتكلم في ارقام، دي حاجه تخص سيادتك. هل هي زعلانه او حزينه ان هي ما طلتش منك فلوس او ما طلتش منك حاجه؟ دي طالت مني حاجات كتيره جدا. ايه هو؟ كفايه انها طالت الاوتيل اللي هناك. الاوتيل هناك فين؟ اللي في امريكا. قيمته قد ايه؟ ما هي ما تعرفش قيمته قد ايه، تخيل بقى، ولا حد منهم يعرف قيمته قد ايه ولا هيسوى ايه، لاني انا الوحيد اللي اعرف ازاي الاوتيل ده يتعمل، وانا الوحيد اللي اعرف ازاي الاوتيل ده يخلص. طب هو بتاعها دلوقتي؟ لا، هو بتاعنا كلنا، هو شركاء فيه على الاوراق؟ كلنا شركاء فيه على الاوراق. مش عايز تتكلم في قيمته؟ قيمته رقم كبير جدا جدا جدا. كم مليون مثلا؟ لا كتير، بس هي لا تفقه ازاي وازاي يتعمل وازاي هيوصل لملايين، هي مش هتعرف. صدقني انا بقول لك ده. هي زعلانه عشان هي ما تعرفش؟ هي اصلا ما تعرفش ومش هتعرف، ولا هي ولا اولادها ولا اي حد. طب يعني هي لها نسبه كام فيه؟ هي ليها 35%. بس ما هو شوف، هو في حاجه حصلت، كان لازم تتعمل النسب متغيره شويه عشان في حاجات تتعمل. مهما كان هتتقسم كل حاجه بيني وبينها. ايه اللي انتوا مشتركين فيه ممكن يتقسم غير الاوتيل؟ كل حاجه هي بتمتلكها هناك او باسمها هناك او باسمي انا هتتقسم نص بالنص. ايه هي الحاجات حتى دي؟ لو عملته. ايه هي الحاجات دي؟ ما يعني هو في بيت ونص. بيت ونص، وفي الاوتيل. تمام. اي حاجه. هل قيمتها تتعدى ال 35% في الحاجات اللي هي بتمتلكها هناك معاك؟ يعني مثلا الاوتيل لها 35%، البيت ليها فيه كام؟ اللي هي فيه 50-50 انا وهي. 50-50. اللي هي راحت كتبته باسم بنتها، هي فاكره ان انا ما اعرفش. بس انا عشان كده قلت لك قبل كده، انا كان عندي مشاكل مع الضرايب فاضطريت ان انا احط حاجات كتيره تحت اسمها. يعني انت كنت بتحط تحت اسمها علشان خاطر موضوع الضرايب؟ مشاكلي مع الضرايب. طب فهي استغلت الفرصه دي، استغلت الفرصه دي وخلت تغير الاوراق، وهي غير قانوني اللي هي عملته، بس طبعا المحامين هناك اللي هيظبطوا كل حاجه، واللي عملته كله هيبان. طب سؤال انا اللي عايز اقوله كمان مره، ايه هو؟ لو ما كنتش انا وعيلتي في امريكا، وفلوس اللي انا ما بطلب اخويا اعمل لي اللون، عايز فلوس عشان العقار، عايز كذا عايز كذا، فده كله كان بيجي من اهلي انا. يعني ازاي؟ اشمعنى اهلك كانوا بيدفعوا لك مثلا؟ اخويا صاحب بنك، البنك بتاع اخويا. رجال اعمال تقصد؟ لا، هم اصحاب البنوك، هو صاحب البنك. يعني شقيق صاحب البنك. ايوه، اللي انا بجيب منه الفلوس عشان اشتري الاوتيل او اشتري البيت، الحاجات دي كلها. طب هل الفنانه علا غانم كانت بتدخل ايرادات تسمح لها ان هي تشاركك؟ لا. منين؟ انهي ايرادات؟ انا هثبت ده كله. طب ليه كنت بتكتب لها باسمها؟ ما انا قلت لك ليه. طب هي عشان الضرايب. طيب هي كانت شريكه لما كنت بتكتب لها الحاجه باسمها، مثلا الفندق بيدخل فلوس. هل الفلوس اللي كانت بتطلع كانت بتقسم بينك وبينها ولا كانت بتروح فين؟ لا، كانت بتخش حساب في الاكونت. بتخش حساب، والبيزنس بيطلع ويصرف على الكل، عليا وعليها وعلى الكل. بتروح مصاريف يعني؟ مصاريف. طب في الختام سؤال بسيط، تحب توجه لها ايه بخصوص ال 17 سنه اللي هي نقرت فيهم ان هي ما كانتش بتحبك ومضطره ان هي تعيش معاك، يعني زي ما بيقولوا مثلا راجل هتعيش معاه، تحب تقول لها ايه بخصوص ان هي كانت بتقول كده وانتوا زي الصحاب مش زي الازواج؟ تحب تقول لها ايه في الختام؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي في الغش اللي انت عملتيه فيا، 17 سنه ضيعتيهم من عمري، وربنا هينتقم منك الى مدى حياتك، وهتشوفي اوسخ ايام في حياتك جايه لك، مش مني انا، من ربنا. طبعا الساده المشاهدين، يعني للطرف الاخر حق الرد،
واحنا كده كنا مع رجل اعمال عزيز عشان خاطر نوضح بعض طبعا التصريحات اللي اتقالت مع زوجته الفنانه علا غانم، وهو طبعا رد عليها والطرف الاخر حق الرد، لانهم طبعا ما زالت بينهم بعض التوترات والجدال، ويعني الى حد ما مشاكل اسريه بسيطه وان شاء الله تتحل. وبكده طبعا الساده المشاهدين يعني اكون انا وصلت لنهايه اللايف مع حضراتكم، وكان معكم مصطفى عبد الرحيم موقع تحيا مصر.